في ايام محرم يسود الحزن كل حياتك وتتمسكين باحياء الشعائر الحسينيه، شو تحبين من هاي الشعائر؟ احبها اعشقها، مو بس احبها واتمنى ما تخلص. اتمنى ما تخلص. تحبين الحزن؟ مو هي قصه احب الحزن، بس هذه الايام مباركه. زنجيل حتى قالوا زنجيل وهيك؟ لا لا لا، يعني اني البس زناجيل مقيده، يعني زناجيل امشي بيها. ليش يعني تلبسيهن؟ يعني أسوة باللي صار وحدث. مو بس أسوة يعني، وبعدين أنا طالبة نذر على والدتي، فاضطريت إنه يعني شلون نقول أبقى لابسة هذا مدى حياتي لحد ما أموت إن شاء الله. عمرك طويل، عمر والدتك طويل. الله يسلمك.